والمشرق. سيدنا مريم العذراء تحمي أهل المسيحية اللي بسوريا قولوا أمين. تقليدية هي، كانوا كبارياتنا يسووها واحنا بنكملها وبنعلمها لاولادنا الصغار. نطلب من جميع المدارس انه يبعثوا الطلاب، زي ما انت شايف مدرسة اسبانيول، مدرسة الفرير، مارمتري وشميت، عادة بيجي الطلاب بداموا شوي وبعدين بيجوا على المسيرة يكملوا معنا المسيرة عشان مسيرة العذراء، نرجع الايقونة على بيتها. الشعور حلو يعني لهي العذراء بالاخر، يعني مسيرة العذراء وام النور، يعني الواحد احنا فيش إلنا غيرها. يعني نحن دائما بنقول للناس اللي من برا حاولوا يجوا علينا هون، يجوا على القدس على كنيسه الام، كنيسه القيامه، وان شاء الله بعم السلام كمان بالشرق الاوسط كله وعلى جميع مسيحيتنا كمان. مسيرة طلعت العذراء بتعني لنا كتير من الشغلات، نحن كشباب حرة النصارى خصوصا اللي ساكنين جوات سور القدس البلدة القديمة، عشان منثبت وجودنا المسيحي جوات البلد ومنحافظ على العادات والتقاليد بتاعتنا واللي أخذناها عن أبائنا وأجدادنا. يعني بشعر بفخر ومحبة كتير تجاه العذراء مريم، عشان هيك يعني بحس بواجب علي أطلع بهاي المسيرة كل سنة. ياريت بالسنين القادمة تصير العالم تشاركنا بعدد أكبر من هيك.